واحد. هما سجلوا هدف عن طريق تيكو تيكو بعد ما كانت تونس سجلت هدف عن طريق المرحوم الهادي برخيصة. ترجع كرة موزمبيقية خطيرة خطيرة، اللاعب هذا عنده فنية. عمار الهدف الأول من عمار، قلت هذا اللاعب خطير جدا، هذا اللاعب خطير جدا عمار، يسجل الهدف الأول عمار في دقيقة تقريبا 72. الفريق الموزمبيقي شبه يختف المباراة، يعني هولد اب هذا يتسمى في الكرة. 1-0 للفريق الموزمبيقي، هدف تاريخي بالنسبة للكرة الموزمبيقية في مواجهة النجم الساحلي في افريقيا. 1-0 عن طريق عمار، لعب ابان على امكانيات فنية محترمة جدا، والنتيجة تتغير في الوقت القاتل تقريبا في اخر توقيت. الفريق الموزمبيقي يسجل هدف اول ويشعل تركيبة المجموعة الاولى. 8 نقاط النجم الساحلي حاليا، 7 نقاط فيروفياريو، و7 نقاط فريق المريخ، و4 للهلال. شوف الكرة من عمار، تأخر كثيرا زياد بوغطاس في الضغط على حامل الكرة، لقى برشا مساحات اللاعب عمار، يرفع كرة تقريب شبه لوب بمساندة القائم وكرة تدخل. 1-0 فيروفياريو دابيرا في ماتش النجم الساحلي. دوها جوسكا زيد، ولكن الكرة في الجول. طريق الهجوم ليلعب لياب المساكني، ذوادي ذوادي، كرة خطيرة، مازال فما شانس، مازال فما إمكانية، يرجع بالكرة النجم الساحلي عن طريق اللعب بالقاسم. بام بالقاسم خارج كرة، بام بالقاسم حلوة كشريدة، يمشي وجدي، وجدي كشريدة يلعب كرة خطيرة النجم الساحلي، ضربة جزاء، وضربة جزاء للإتوال، بينالتي للإتوال، ضربة جزاء رقم 4، اللاعب ميلتون أندري يرتكب الخطأ وركلة جزاء صحيحة، هذه المرة مامادو كايتا يزفرها، والإتوال عنده شانس نقطة التأهل من جديد. بصراحة بأجواء المباراة وظروف اللقاء ما يستاهلش الإتوال يخسر ماتش اليوم في الموزمبيق. شوف الكرة، أيمن الصفاقسي، برافو أيمن الصفاقسي اللي ضيع كرة راس متاع ربح، الآن يجيب كرة متاع تعادل، وتاكل فيه 6 شهور حبس وعدم دخول لبيرة شهرين أخرين. بالنسبة للاعب رقم 4 ميلتون أندري، ميلتون هو الآن الأصعب، الآن استثمار الفرصة، الآن استثمار الفرصة أهم من إنذار ميلتون. دقيقة 84 في المباراة، هدف لصفر لفريق فيروفياريو دابيرا، وكرة من بيم القاسم، سليم بيم القاسم يتقدم ويحط الكرة إليه، هدف التعادل، هدف التعادل الإتوال، هدف التأهل رسميا للنجم الساحلي عن طريق سليم بيم القاسم اللي هو يحب ساماريس، ساماريس هدف التعادل وهدف التأهل، هدف الكليف للنجم الساحلي. هدف التعادل، هدف قاتل، وهدف رسميا يرجع يقصي نادي الهلال. شوف الكرة، مشى اللاعب بن بلقاسم، كرة صعبة برشا حتى في الزاوية بمساندة القائم. التعادل الإيجابي، التعادل الإيجابي للنجم الساحلي، كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن النقطة اللي تأهل وهذا المهم، واحد يدخل لك المغارة، مغارة الدور الثاني.